لا نألو جهدا إلا أن نتعاون جميعا ونحط إيدنا بيد بعض، وهذا ما تعاهدنا عليه. وأعتقد لهذا السبب اليوم أتت هذه النتائج. إحنا ككويتيين إن شاء الله لو نحط إيدنا بيد بعض ماكو شيء راح يكون صعب علينا، وهذا ما حصل حقيقة. وأعتقد في دروس كثيرة في هذا التعاون صعب. ما زال أمامنا عمل قادم، ومثل ما تفضلت نتمنى أن هذه المدينة اللي تحمل اسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، اسم غالي علينا فعلا، أن هذه المدينة تكون تليق في اسم الراحل جابر الأحمد رحمة الله عليه. واجب علينا، وأكدها واجب علينا، بأن تقوم وزارة التربية بتقديم كل الإمكانيات وتوفير كل ما يمكن توفيره لخدمة هذه المنطقة ومناطق سواء كانت جديدة أو مستمرة. أوعدكم، وهذا عهد علي أنا كلفت بهذه المهمة لتوفير خدمات لأهالي الكويت كلها، فما بالك في منطقة جديدة تحتاج إلى كل الإمكانيات اللي كنت توفرها، ومنطقة طبعا مثل ما يعني منطقة باسم أمير القلوب. افتتحنا مركز الأسعاف، حاولت بسرعة أن أسويها مركز الأسعاف عندكم، والحمد لله أنجزنا بسرعة. الحين موضوع اللي بقطع ستة، فإحنا الأطباء موجودين جاهزين، بس كان الدرجات، والحين الحمد لله فخلال شهر 10 حيبتدي تشغيل المركز اللي بقطعة 6 إن شاء الله. أنا أهم شيء عندي مو العددية، العدد الأطباء أهم شيء، كفاءتهم. لأن أنت تعرفون أنت الأطباء يجون مستوى مو مثل المستوى اللي نبيهم بعض المستشفيات واستشاريين. بخصوص الإنارة، حاليا عندنا تقريبا 3400 عمود إنارة بعدد 43 صندوق عامل، وجاري حاليا استلام باقي الإنارة لتشغيلها إن شاء الله، وعددها 1470 عمود بعدد 27 صندوق. فمثل ما تفضل أبو حسن، أخوي أبو حسن، إن شاء الله الأمور يعني على نهاية السنة تكون المنطقة كلها إن شاء الله منورة في الإنارة.